في الدرس ده هنشرح ازاي ان احنا نعمل كرييت للمسج اي بي اي. الاي بي اي بتاعتنا هتعمل سند للمسج، ازاي ان انا من الكلاينت اعمل سند للمسج، والاي بي اي بتاعتي تستلم المسج وتعملها سيف في الداتابيس. طبعا بالنسبه للدرس اللي فات انا ما كنتش حابب ان وقت الدرس يكون كبير كده، فان شاء الله بقدر الامكان احاول ان انا اقلل الوقت بتاع الدروس، واحاول برضو ان انا اجاوب على كل الاسئله بتاعت الناس. طبعا زي ما انا قلت ان انا بحاول ادخل الاسئله بتاعت الناس ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها في البروجكت، وفي نفس الوقت بحاول ان انا اي حاجه بنعملها في البروجكت بحاول ان انا اشرحها بالتفصيل، بحيث لو حد عنده اي سؤال فيها او قابلته مشكله فيها يقدر انه يلاقي الاجابه في الكورس ده او في الحاجه اللي احنا بنعملها. فالنهارده هنتعامل مع الاي بي اي، تمام، بتاعت هنتعامل مع الاي بي اي بتاعت لارافيل. جميل. طيب ايه هي بقى الاي بي اي؟ الاي بي اي دي اختصار للابلكيشن بروجرامينج انترفيس. انت حضرتك لما بتفتح ويب سايت فانت بتبعت ريكويست للويب سيرفر او بتبعت ريكويست للويب سايت او الباك اند، فبيرد عليك ب HTML. ال HTML البراوزر فاهمها، البراوزر بيفهم HTML، فبيعرض لك او بيوصف لك او بيعرض الشكل اللي الباك اند عايز يعني ان هو يعرضه لك. فانت بتبدا ان انت تاخد الاكشنز بتاعتك، ويبدا الباك اند يرد على البراوزر، والبراوزر فاهم الباك اند، تمام، او بيفهم الويب سيرفر او فاهم ال HTML اللي مرجعها الباك اند، فبيبدا يعرضها قدامك، فانت بتفهم الويب سايت ماشي ازاي. طيب انت في الحاله دي انت هيومن، فانت بتتفاعل مع الويب سايت وبتاخد اكشنز والكلام ده كله. طيب في حاله لو انا عندي تو ابلكيشنز وعايز ان هم يعملوا نفس الموضوع، الابلكيشن الاولاني يفهم الابلكيشن التاني وياخد عليه اكشنز وهكذا، ففي الحاله دي عملوا حاجه اسمها الاي بي اي. والاي بي اي ان انا بعمل ريكوستات او بعمل اند بوينت او بعمل راوت زي ما انت بتفتحها كده على البراوزر، بس في الحاله دي الابلكيشن هو اللي بيفتحها، بيلاقي داتا، تمام، بيبقى هو عارف ايه هي الداتا اللي هيلاقيها، بيبقى عارف الداتا تايب بتاعتها، لو هي جيسون، لو هي اتش تي ام ال، لو هي اكس ام ال، بيبقى عارف التوصيف بتاعها او السكيما بتاعتها عامله ايه، وعارف ايه الكيز اللي فيها، او فاهم مثلا لو هو حب يقرأ انفورميشن معينة هيلاقيها في الكي الفلاني، لو حب يقرأ يوصل لحاجة معينة هيلاقيها في الكي كذا. فبنبدأ ان احنا نوصف الاند بوينت بتاعتنا لمين، للكلاينت اللي هيقرأ منها او الابليكيشن للكلاينت اللي هيقرأ منها، فتبدأ التو ابليكيشنز تتبادل الداتا، تمام. طيب احنا عشان نعمل الموضوع ده في لارافيل، فاحنا في الاي بي اي بنسمع عن حاجة اسمها التوكن. ايه هو التوكن ده وايه فايدته؟ في البراوزر انا مثلا لو عندي، احنا مثلا عملنا هنا اللوجن، تمام، وبعد كده عملنا ميدل وير ان هو لو اوثنتيكيت، يعني لو اليوزر ده فعليا هو عامل لوجن، ابدا حوله للهوم. احنا عرفنا منين ان هو عمل لوجن؟ في حاله ان احنا عملنا اوس اتمبت، يعني لو جينا هنا مثلا في الايه، في الاوس يوزر، احنا عملنا هنا اوس اتمبت بالايميل والباسورد، احنا خدنا اليوزر نيم والباسورد وعملنا لهم اوثنتيكيت من الداتابيس بتاعتنا، فلقينا ان اليوزر نيم والباسورد موجودين، فلارافيل باي ديفولت راح جاي عامل كوكي او سيشن عند اليوزر ده، بيرجع في الريسبونس بتاعه ان هو سيت للكوكي، وبيحفظ السيشن اي دي بتاع اليوزر اللي هو دخل ده. باي ديفولت البراوزر بياخد السيشن دي ويحفظها عنده، وفي اي ريكويست بعد كده اليوزر هيجي يعمله باي ديفولت البراوزر بياخد الكوكيز المتعلقه بالويب سايت ده ويبعتها مع الريكوست. فبالتالي انا بقدر اعرف ان اليوزر ده هل هو عامل اوثنتيكيت ولا لا من خلال الكوكي او السيشن اللي موجود عنده اللي البراوزر بيبعتها لي. يبقى باي ديفولت البراوزر بيوفر الحته دي عن اليوزر، ان هو بياخد السيشن يبعتها تاني للباك اند، الباك اند بيقدر ان هو يقارن السيشن دي موجوده عنده فعلا ولا لا، او السيشن دي اكسبايرد ولا لا، هل الانفورميشن بتاعت السيشن دي مظبوطه ولا لا، الكلام ده كله، وبيتحقق ان اليوزر ده فعلا يقدر ان هو يشوف الصفحه دي او لا. طيب في حاله الاي بي اي، في حاله الاي بي اي الابلكيشنز ما بتعملش كده، الابلكيشن هو بيريكويست يو ار ال ويقرا منه وخلاص على كده.
مع كل ريكوست مع كل يو ار ال ما بيبقاش مفهوم هو عمل ايه قبل كده. يعني لو انا مثلا رحت على اللوجن وبعد كده رحت على صفحة تانية، الصفحة التانية دي او اليو ار ال التاني ده هيعرف منين ان انت عملت لوجن؟ ففي الحالة دي عملنا حاجة اسمها او اتعمل حاجة اسمها التوكن. التوكن ان انت هتعمل لوجن، هعمل لك يو ار ال للوجن، هديك يوزر نيم وباسورد، تمام؟ انت هتروح على اليو ار ال تعمل لوجن، بعد كده هيرجع لك من اللوجن هيرجع لك حاجة اسمها توكن. هتاخد التوكن ده مع كل ريكوست بعد كده تبعته، تبعت التوكن معاك، من خلال التوكن اقدر اعرف انت مين، تمام؟ فبالتالي لازم التوكن ده يكون متسجل عندنا فين؟ في الداتابيس. طيب لارافيل باي ديفولت عامل موضوع التوكن ده، لو احنا دخلنا في الكونفج في الاوس هنلاقي في الجارد اللي هو اسمه اي بي اي، في حاجه اسمها درايفر، الدرايفر توكن. هو باي ديفولت لما بيشوف انت عامل جارد الدرايفر بتاعه توكن، فهو بيروح على التيبل اللي انت مديهوله يبص على الاي بي اي اندرسكور توكن. يبقى مجرد ما اليوزر يبعت توكن بيرور توكن في الريكوست بتاعه، هو باي ديفولت هيروح على التيبل ده ويبدا يشوف اللي هو اليوزرز في الحاله بتاعتنا دي، ويبدا يشوف الكولم اللي اسمه اي بي اي توكن هل هو موجود في هل هو موجود، والتوكن اللي اليوزر بعته ده بيماتش اي يوزر من اليوزرز ولا لا. لو هو بتاع يوزر من اليوزرز يبدا يحدد اليوزر ده، تمام، ويرجعه لك ان اليوزر ده فعلا اوثنتيكيت والتوكن بتاعه فاليد. فاحنا اول حاجه هنعملها ان احنا لازم نضيف الايه الاي بي اي اندرسكور توكن. طبعا مش عارف اذا كان بعض الناس هتتضايق ان انا بتكلم في حاجات بره البروجكت بتاعنا او الحاجه الاساسيه بتاعتنا ولا لا، بس زي ما قلت انا بحاول ان انا اوضح للناس احنا بنعمل ايه او شغالين على ايه، عشان لو حد مش فاهم ما يبقاش تايه مننا. طيب احنا عندنا دلوقتي المفروض ان احنا هنضيف الاي بي اي اندرسكور توكن في التيبل اللي هو اليوزر. فقدامنا حاجتين، يعني نيجي هنا ونعمل تيبل سترينج مثلا اي بي اي اندرسكور توكن ونقول ان هو هيكون يونيك، تمام، ونبدا نحذف التيبل ده ونحذفه من المايجريشنز ونبدا نعمل مايجريت من اول وجديد، او ان احنا نعمل مايجريشن جديد وظيفته ان هو يضيف كولوم جديد المايجريشن اتعمل قبل كده او تيبل موجود اوريدي، تمام. فازاي ان احنا نعمل ده؟ دي برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي جات لي. بكل بساطه احنا هنروح على هنعمل مايجريشن جديد وهنسميه مثلا اد اي بي اي اندرسكور توكن تو يوزرز مثلا. ده الايه الميجريشن بتاعنا، هو باي ديفولت راح جاي مودينا على التيبل اللي هو اسمه يوزرز على طول. احنا الاول لازم نتشيك هل التيبل يوزرز التيبل اللي هو اسمه يوزرز هل هو عنده الكولم اللي هو اسمه اي بي اي توكن ولا لا. فاحنا لو جينا هنا في السكيما فالمفروض ان احنا نقول له ايه هاز كولم، السكيما بتاعتنا اللي هي اليوزرز او التيبل بتاعنا اللي اسمه يوزرز اي بي اي اندرسكور توكن. هل الاي بي اي اندرسكور توكن موجود في اليوزرز ولا لا، وبناء عليها نبدا ان احنا نضيف الكولوم بتاعنا عشان لو هو موجود ما يحصلش اي ايرور في المايجريشن بتاعنا. فهبدا اقول له ان التيبل سترينج ابدا ضيف الكولوم ده. تمام. طيب في الداون، في الداون هنعكس الايه الشرط بتاعنا، هناخد الشرط بتاعنا ده هنبدا ان احنا نعكسه. نبدا نقول له لو السكيما فيها الاي بي اي اندرسكور توكن ابدا اعمل دروب للكولوم. هنبدأ نقول له دروب كولوم اللي هو اي بي اي اندرسكور توكن، تمام كده الميجريشن بتاعنا مظبوط. نبدا ان احنا نعمل بي اتش بي ارتزن مايجريت كده، المفروض ان هو ضاف الاي بي اي اندرسكور توكن. ادي الاي بي اي اندرسكور توكن موجود معانا في التيبل، تمام جميل جدا. طيب
المفروض هنا بقى في الريجستر احنا قلنا ان الليفاي اندرسكور توكن بتاعنا لازم يكون required. ففي الريجستر عندنا لازم ان احنا نعمل ايه، نجنريت توكن. فمثلا ممكن نقول له string ونقول له random مثلا لعشرين كاركتر، والعشرين كاركتر دول هنعمل لهم بكريبت، فده هيبقى التوكن بتاع اليوزر. تمام، ده لما يجي يعمل ايه ريجستر. في نفس الوقت ممكن لو هو عمل لوجن، في كل مرة احنا ممكن نغير التوكن بتاعه، يعني ممكن في اللوجن هنا نعمل سيت لتوكن جديد، مش شرط، بس لو في بعض الناس بتفضل ده، ان هو مع كل لوجن بيتم هو بيغير التوكن بتاعه. طبعا ده يتم عن طريق الاي بي اي، عشان لو هو فاتح من موبايل، او فاتح من، او انت الاي بي ايز بتاعتك ريليتد بموبايل اب، فعشان ما تعملوش لوج اوت او تعمل اكسباير لو دخل على الويب سايت. فاللي انا بقول ان هو لو انت هتعمل جنريت تاني للتوكن يكون في اللوجن بتاعت الاي بي اي، مش اللوجن بتاعت الويب سايت. تمام، طيب احنا كده عندنا اي بي اي توكن اهوت. هنبدأ بقى ان احنا نخش على الراوت اي بي اي. تمام، هنا باي ديفولت لارافيل عامله ان هو ان الميدل وير اوس اي بي اي، اللي هو الجارد بتاعنا اللي هو الاي بي اي. لو انت رحت على اليوزر لازم تكون اوثنتيكيت. فاحنا مش محتاجينه في حاجه. احنا عندنا هنبدا ان احنا نعمل مثلا، ممكن نعمل جروب، ممكن نعمل بريفكس بتاعه مسج، مش شرط انه يكون جروب، هو مجرد رسالة بس. بوست مسجز داش اد، محتاج ان احنا نعمل طبعا كنترولر، فخلونا نعمل كنترولر الاول للمسج. بي اتش بي ارتزن نيك كنترولر، في الحالة دي هنحطه في نيم سبيس تاني خالص، يعني انا هسميه مثلا اي بي اي، وهنسميه مسج كنترولر. تمام، عشان افصل بس ما بين الكنترولرز بتاعت الويب سايت والكنترولر بتاعت الاي بي ايز بتاعتي. فده الكنترولر بتاعنا. طبعا احنا هنحتاج ان احنا نعمل ايه برضو، تيبل جديد migration create للمسج تيبل، سوري تيبل مكتوبة غلط، مش مشكلة. نخش على الداتابيز migration، نلاقي الايه، طبعا تيبل انا كتبتها غلط، فخلينا نعدلها. تيبل نحذف ده. هادي الايه الكومنيكيشن بتاعنا. هيكون عندنا انتجر لليوزر اي دي اللي هو صاحب المسج. هيكون عندنا تيبل، وده هيبقى برضه سترينج اللي هي المسج بتاعتنا. ممكن نعملها تكست عشان المسج كبيره. تمام، فده اللي هو اليوزر اي دي والتكست اللي هو بعته، او المسج اللي هو بعته. تمام، ممكن طبعا هنا ايه نعمل ان المسج انتجر برضو اللي هو to underscore user، او اللي هو اليوزر او الاي دي بتاع اليوزر اللي المسج هتروح له. تمام، ودي اللي هي المسج بتاعتي، يبقى ده اللي هو بعت المسج، وده المفروض ان المسج هتروح له، ودي الرسالة بتاعته. عندنا الايه المسج كنترولر،
هنبدأ إن هو يتعامل مع الموديل بتاع المسج. نعمل موديل اسمه مسج، نعمل ده المسج، نحط التيبل بتاعه اللي هو اسمه messages. عندنا الفاليوبل بتاعته اللي هي user id to user والmessage، دول اللي موجودين. تمام، ممكن نعمل برضو relation لل، ممكن نقول اليوزر دي برضو الريليشنز في لارافيل. اليوزر اي دي، تمام. ممكن برضو نعمل نفس الريليشن تاني ونسميها للتو يوزر لو انا حبيت اجيب الانفورميشن بتاعت اليوزر اللي راحت له رسالة، وهتبقى برضه هو عبارة عن يوزر، هيبقى to underscore user ID. تمام، نبدأ نعمل الايه الاي باي بتاعتنا. عندنا هنا في الكونستراكت محتاجين ان احنا ناخد انستانس جديدة من المسج اللي هو الموديل بتاعنا. this model يساوي الموديل ده. تمام، عندنا في ستور للمسج هنسميها مثلا send، ماشي. وعندنا مثلا اي بي اي نقدر ان احنا نقرا منها المسج بتاعتنا. طيب احنا هنبدا ان احنا في الدرس ان نعمل السند. فالسند هتبقى عباره عن ريكويست، هناخد في سوري ريكويست، نحتاج في المسج بتاعتنا، وهنحتاج فيه نعرف المسج بتاعتنا راح لأنهي يوزر، مثلا تو يوزر require. تمام، بعد كده محتاجين ان احنا ندخلها في الداتابيز. هنقول ان السيف بيساوي مثلا this model create دي المسج دي عبارة عن عندي اليوزر اي دي، هيكون اللي هو البوس جارد اي بي اي. تمام، لان هو في الحالة دي هو هيبقى باعت توكن، فانا بقول له الاوثنتيكيت بتاعك هيتم عن طريق الجارد اي بي اي، هات لي منه اليوزر اي دي. تمام، بعد كده التو يوزر هتبقى اللي هو الريكوست تو اندرسكور يوزر، التو يوزر. طبعا المفروض ان احنا هنا نعمل فاليديت، يعني دايما خلي ان كل حاجه عندك تدخل في الداتابيز او اي ريكوست بتاخده من اليوزر او من الكلاينت، اعتبر ان الكلاينت ده عدوك، يعني اعتبر ان كل الداتا اللي هو بيبعت لك داتا فيك، فانت لازم تتاكد من كل كبيره وصغيره جايه لك في الريكوست. ففي الحاله دي لازم ان انا اتاكد ان التو يوزر ده موجود عندي ولا لا. فانا ممكن اعمل ايه يوزر فايند، ممكن بقى ايه التو يوزر يساوي يوزر فايند اور فيل، او طبعا لازم يكون فايند بس. اقول لكم ليه انا عملتها فايند بس، ليه التو يوزر ليه عملتها فايند بس،
وصورة الفاليديشن بتاعنا ده برضو غلط، ما ينفعش ان انا اعمله بالطريقة دي. ليه ما ينفعش ان انا اعمله بالطريقة دي؟ لان في الحالة دي اللي هيعمل ريدايركت هو اللارفل باي ديفولت، اول ما يلاقي ان الفاليديشن ده مش مظبوط هيعمل ريدايركت على بي اتش تي ام ال. فاحنا طبعا هنا شغالين اي بي اي، فما ينفعش ان انا ارجع داتا تايب ان انسبكت، او اليوزر او الكلاينت اللي هو الابلكيشن اللي بيقرا ما يفهمش ايه الداتا اللي جايه له دي. فمثلا احنا هنعمل فاليديتور، يبقى مثلا البي بتساوي فاليديتور، نعمل ميك على هنا بيحتاج الاري بتاعتي اللي انا هعمل عليها فاليديت، ودي اللي هي الرولز بتاعتي. فدي الرولز تمام. في الحاله دي انا هبدا ان انا تشيك على الفاليديتور بتاعي، لو هو فشل فانا هبدا اعمل ايه، ريتيرن ريسبونس. الريسبونس ده هيجيلنا هو جيسون، ممكن نرجع فيه ستيتس بفولس، او ان احنا ممكن نعمل هيلبر، والهيلبر ده نقدر ان احنا نحط فيه شكل للجسر اللي احنا بنرجعه للاي بي اي. فانا هبدا اقول له ستيتس بفولس، والايرور بتاعي اللي هو الفاليديتور ايرور تمام. هنا برضو لازم ان انا ايه افاليديت على التو يوزر. ليه انا بقى ما عملتش فايند اور فيل؟ لان الفيل برضو هترجعه على 404، فانا مش عايز ان انا ارجع له 404، انا عايز ان انا ارجع له ريسبونس جيسون في الايرور بتاعي. فانا ابدا اقول له هنا انا هبدا تشيك، وفي الحاله دي لو هو مش موجود، لو اليوزر ده مش موجود ضمن الداتا بتاعتي، او مش موجود، او اليوزر اي دي اللي هو بعته لي، او التو يوزر اي دي اللي هو بعته لي مش متسجل عندي، هبدا ان انا ايه ارجع له ايرور. برضه هي ممكن ناخدها كوبي كده، بس بتاعته فولس والايرور نرجع له مثلا ايه، طبعا انا هنا ممكن نرجع له تكست يوزر مدفع. وفي الحاله دي اما اجي اعمل كرييت هبقى متاكد ان الداتا بتاعتي مظبوطه. فانا عندي هنا المسج، عندي الريكوست مسج تمام، اف سيف ريتيرن ريسبونس جيسون ستيتس بترو. وممكن نرجع له كي داتا، رجع له فيه اليوزر نفسه اللي عمل له كرييت، بحيث ان هو يعرف او سوري الرساله نفسها اللي اتعمل لها كرييت، بحيث ان هو يقدر يشوف الرساله تمام. في الحاله دي احنا هنرجع ريسبونس جيسون للستيتس بتاعته بفولس. تمام، دي فانكشن الايه السند. ازاي ان احنا بقى هنستخدمها؟ هنيجي هنا على الـ API، زي ما قلنا ان احنا عملنا راوت بوست على المسج API. لازم طبعا زي ما قلنا ان طالما انا استخدمت هنا الجارد اي بي اي يوزر اي دي، يبقى لازم اليوزر يكون عامل بعت لي التوكن بتاعه، فانا لازم اسنتيكيت التوكن ده هل هو موجود عندي ولا لا. فانا هعمل هنا جروب، ويكون الميدل وير بتاعه سوري ميدل وير لازم يكون اوس اي بي اي. ده اللي هو ايه المسج اد. طيب المسج اد هتروح على المسج كنترولر، طبعا زي ما قلنا ان احنا غيرنا النيم سبيس، فلازم ان احنا نغيرها
في الراوت بتاعنا، نعوضه name space ابي، ده النيم سبيس اللي احنا عاملينه تمام، عشان يقرا الكنترولر بتاعنا من النيم سبيس دي. جميل. طيب دي الفانكشن بتاعت السند مسج. احنا هنا عاملين run the project، يبقى هنروح على الشات في الريسورسز، عندنا في الفيوز شات دي اللي هي الايه السن. هنا في السكريبت بتاعنا في الجي اس هنعمل listener على الاي دي بتاع السند ده، دوت اون كليك تنفذ لي الفانكشن دي اللي هي ايه بقى، نبدا ناخد الايه الاي دي مسج التو يوزر. طبعا احنا لسه ما عملناش ان ايه ان احنا نطلع اليوزرز هنا وان هو يختار يوزر معين، فاحنا التو يوزر ممكن نحطها اي دي ديفولت دلوقتي، ولكن هنقول ان احنا نبعت رسالة على نفس اليوزر. طيب اوكي، نبدأ ان احنا نجيب المسج بتاعتنا، ولكن نعمل لف مسج تساوي الفاليو اللي في الاي دي اللي هو مسج دوت فان. جميل كده، احنا معانا المسج اللي مكتوبه اف مسج مثلا دوت لينس، نتاكد ان هو كتب مسج. اقل من واحد او مثلا خليه اقل من خمسه، بحيث ان هو يكون كتب رساله، يبدا يعمل له مثلا alert message must be more than 5 characters مثلا return. تمام. طيب في حالة ان المسج لو هي اكبر من 5 حروف، ففي الحالة دي احنا هنبعت المسج على الاي بي اي بتاعتنا. ازاي ان احنا نبعت المسج على الاي بي اي؟ هنستخدم اجاكس. تمام، نبدأ ان احنا هنستخدم اجاكس. اجاكس بتاخد عندنا اكتر من بارامتر، عندنا اليو ار ال، واليو ار ال احنا عندنا الايه اللي هو اتش تي تي بي لوكال او اللي هو اليو ار ال بتاعنا مثلا، يعني ممكن نحط هنا كده اليو ار ال سلاش اي بي اي سلاش، نبدا نديله الايه الراوت بتاعنا. شات تمام. بعد كده عندنا الايه التايب اللي هي الميثود تايب بتاعتنا، الميثود تايب بتاعتنا بوست. بعد كده عندنا الداتا، والداتا بتاعتنا اللي احنا هنبعتها. احنا طبعا قلنا ان عندنا الداتا الريكوست بتاعنا بياخد يوزر او تو اللي هو المسج، اللي هي المسج بتاعتنا، وبياخد التو اندرسكور يوزر. في الحاله دي احنا ممكن نديله يوزر 2 استاتيك دلوقتي، بس قبل ما نعمل ان اليوزرز تطلع هنا وان هو يختار اليوزر اللي هو عايز يبعت له المسج. في حاجه تانية احنا بنبعتها، لا هي المسج والتو يوزر بس. تمام
بعد كده عندنا الداتا تايب. ايه هي الداتا تايب اللي احنا هنستخدمها؟ مثلا جيسون او الداتا تايب اللي هترجع علينا يعني. عندنا بعد كده الفانكشن بتاعه السكسس، والسكسس الفانكشن سكسس دي في حاله ان الريكوست فعلا تم، فيبدا ان هو يرجع لنا الداتا في البارامتر ده. هنبدأ بعد كده ان احنا نعمل ايه. احنا طبعا قايلين له الداتا تايب جيسون، فخلونا نعمل مثلا كونسول دوت لوج للداتا. ماشي. هنبدأ برضو ان احنا نتشيك على الايه، على الداتا بقى. لو هي مثلا status بتساوي تساوي true، طبعا الستيتس دي اللي احنا مرجعينها هنا اللي هي دي، يعني دي الداتا اللي هترجع لنا. فانا قايل له ان الداتا الستيتس بتساوي تساوي ترو، لو هي بترو هيبدا ان هو ايه يعمل ابند للمسج بتاعتي. سوري، لو الستيتس بتساوي تساوي ترو يبدا مثلا يعمل لنا ابند في الديف ده، نديله مثلا اي دي شات مثلا. دوت ابند في الابند دي ممكن نقول له، وليكن ممكن نحط الرسالة بتاعتنا. سوري، خلاص الكلاس بتاعنا ممكن نسميه ايه، ممكن نعمل alert alert، ده الرسالة اللي احنا هنبعتها. مثلا وليكن نخليها success. تمام. سلاش دي الديف، الالرت ده هنحط فيه الايه المسج بتاعتنا او المسج اللي هي بتاعت. ممكن ناخدها من الداتا دوت مسج. تمام. ليه انا عملت ده؟ ده عشان اتاكد ان الداتا بتاعتي فعلا دخلت في الداتا بيز ولا لا، وان السيس بتاعتها بترو. ساعتها انا هبدا اعمل لها ابند هنا في المربع بتاع الرسائل. بعض الناس بتخلي ان انت مجرد ما بتدوس على السند يروح جاي عامل ابند للرساله، والرساله ما تكونش وصلت، يكون حصل مشكله في الريكوست او حصل مشكله في الداتا بيز او حصل اي ايرور، فاليوزر يفهم ان الرساله راحت مع ان هي ما راحتش. ففي الحاله دي انا خليت ان الابند يحصل بعد ما الاي بي اي ترد عليا ان الرساله فعلا اتبعتت، ساعتها يعمل ابند. طيب برضو بعد ما يعمل ابند ممكن ان احنا نفضي الداتا اللي موجوده في المسج اللي هي دي المسج دوت امبتي مثلا، نفضيها. طيب فولس، لو الاستاتس فولس يبدا ان هو يعمل اليرت اليرت ايرور وين سنت يور مسج، ويسيب الايه المسج مكتوبه زي ما هي عشان يدوس سند تاني. تمام. طيب تعالوا نجرب. طبعا هو هيحصل ايرور معانا عشان ايه؟ عشان احنا مش باعتين هنا التوكن. المفروض ان انا ابعت الاي بي اي توكن بتاعي، ممكن ان احنا نبعته من ضمن الداتا او من ضمن اليو ار ال، فممكن احنا نبعته من ضمن اليو ار ال اي بي اي اندرسكور توكن بيساوي دوت اللي هو التوكن بتاعي انا كيوزر، هو الاوثنتيكيت يوزر اي بي اي اندرسكور توكن. تمام. ده كده هيبعت التوكن بتاعي في البرومتر. طبعا ما انصحش ان حد يعمل ده، لان طبعا لو انا طالما بعته في البرومتر هنا فده هيبدأ ان هو
يظهر في اللوجز. يعني لو حد شاف اللوجز بتاعت الويب سايت هيقدر ان هو يوصل للاي بي اي توكن بتاعك. المفروض ان هو يتبعت في الهيدرز. تمام، فخلونا نجرب ادي الشات بيج بتاعتنا. تعال نعمل تيست سند مسج ماست بي مور ذان 5 كاركتر. طب تيست مسج سند كده في مشكلة حصلت أو هو لسه بيبعت الرسالة. تعالوا نشوف.